كما استقبل الرئيس السيسي وزير الدفاع القبرصي سافاس إنجليدس على هامش المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية. أشاد الرئيس السيسي بالعلاقات المتميزة التي تربط ما بين مصر وقبرص في المجالات المختلفة وما تشهد حاليا من تطورات إيجابية على مختلف الأصعدة حتى أصبحت نموذجا للتعاون الإيجابي والبناء في منطقة المتوسط، معربا عن التطلع إلى مواصلة تطوير التعاون العسكري والتدريبات المشتركة فيما بين البلدين. وقد أعرب الرئيس عن ترحيبه بمشاركة وزير الدفاع القبرصي في معرض إيدكس 2018 مؤكدا ما يمثله المعرض من أهمية باعتباره الأول من نوعه في منطقة شمال وسط أفريقيا. هذا وقد أشاد وزير الدفاع القبرصي بتنظيم مصر لمعرض إيدكس 2018 معربا عن إعجابه بما شهده من مشاركة متميزة لأهم الشركات العالمية في هذا المجال، وهو ما يؤكد المكانة والثقل الذي تحظى به مصر ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.